أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، نطل عليكم اليوم بحلقة مختلفة جدا عن الحلقات السابقة. السبب أنه الضيف اللي راح يكون ويانا هو من العنصر النسوي، شاعرة جزلة. أنا شخصيا واحد من اللي وصلت قصائدها، وهي مو من دولة العراق، من دولة إيران، من الأهواز الحبيبة. ألف تحية للأخت والشاعرة شيماء الناصري. الله يسلمك أخوي، السلام عليكم على مشاهدينا الكرام، حياك الله وشكرا لك وللدعوة اللي أول مرة أقرأ في العراق، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. حياك الله. للأمانة هواي من شعراء العراق يشيدون بيك ويشيدون بقصيدتك. إيه الحمد لله، يعني حسب مواقع التواصل الاجتماعي. أنت متواجدة مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم. ونشطة إن شاء الله. دائماً. الحمد لله، دائما بين فترة وفترة أنزل مقطع. شلون يعني استقبال الناس الشيماء؟ الحمد لله، بالأخص أهلي الأهواز، يعني أول خطوة اللي خلتني أكتب وأستمر بالكتابة هو تشجيع بين أهلنا الأهوازيين. ألف تحية. يعني بين الفترة اللي أنا صعدت، يعني ما كان شاعراتي صعدن، فأول ما صعدت يعني قبلي أكو شاعرة وتركت المنصة. فبعدين من بعد خلال سنوات أنا من دخلت للمجال الشعري، يعني تقريب قبل 9 سنوات. جميل جميل. استقبال الشارع الأهوازي كان كلش زين وياي، اللي وصلت المرحلة قلت لازم أستمر بالكتابة وأطور من كتابتي علشان الجمهور. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق. أكو شغلة جدا مهمة سألتك بيها قبل لا ندخل بالتصوير. أنا بصراحة يعني كلامك وحديثك كان رسالة جميلة. منو اللي شجعك؟ التشجيع بالبداية. فأنا أحكي لي من البداية. البداية يعني من صغر أكتب. جيد. تكتبين لو تحفظين من الصغر؟ الاثنين. جيد. يعني وصلت المرحلة اللي أكتب بيت ويعني أشققه. لطيف. يعني أنا من نفسي ما فكرت أصير أوصل لهيك مرحلة. لطيف. بعدين سمعينا ألمن هذا البيت لو بينك وبين نفسك؟ لا، أسمع الأخوي، أخوي محمد. الله يحفظه إن شاء الله. الله يسلمك. الكبير طبعا؟ لا، الصغير. ها صغير. بس ذواق بالشعر. جيد. وكان يقول لك هذا حلو هذا مو حلو، هذا يراد له تعديل. كتبي استمري بلكت عسى ولعل تطلعين. لطيف. بعدين هو أخوي اللي وصل الكلام الوالدي بين أنا أكتب. محمد أيضا. حلو. فقال لي عندها كتابات ويا ريت تسمعها وخلي نشجعها وتوصل للناس. فبعدين والدي عجبت القصايد والحمد لله. أول مرة وين قرأتي؟ بالأهواز، كان مهرجان سباق. وقدمت قصيدتي والحمد لله توفقت. وين خذت يا مركز؟ عدة مراكز، بس يعني أنا لأول مرة فقط يعني من ضمن الإعلام صعدت. لا يعني قصدي أنه هي مو مسابقة كانت؟ مسابقة أي، بس بالأول والثاني ما صعدت. ها يعني ها كأول مرة، يعني باعتبار لأنه أول مرة. لأول مرة. بعد هذه المسابقة شاركتي بمسابقات، بمهرجانات، بأمسيات؟ نعم، شاركت يعني أمسياتنا سنوية هم سباق، يعني كأماسي أو منتدى، فماكو هالشي بالأهواز. جيد. فإلا المهرجانات اللي تعتمد على سباق. فكم مرة اخذتي مركز؟ خذيت مركز الاول مهرجان التحدي. يا سنه السنه بالضبط، يعني قصدي صار لها فتره طويله. لو فتره طويله. فتره طويله. جيد. شيماء خلينا ناخذ قصيده. تدلل نهر خلواه سك تروي يشهبك دوم، وعين الماء دورك لا تضيع لها، ضب حجايتك ضبط اطراف الخوص، النظل راخي ناسك تبسلها. الله. نهر خلواه سك تروي اللي يشهبك دوم، وعين الماء دورك لا تضيع لها. نعم. ضب حجايتك ضبط اطراف الخوص، النظل راخي ناسك تبسلها، وازرع والمزن لو حاف لو ناقوط. ما شاء الله. وازرع والمزن لو حاف لو ناقوط،
وبوقت الحصاد تشوف سنبلها وشمع لا تشعل بنص الشمس تنعاب. اي بالله صحيح. هيك الشمعه ما تشعلها تقتلها. الله. وقحص بالفزع. قحص. قحص بالفزع خليك راس براس. اذا بالذيل احقر لا تميل لها. نعم. قحص بالفزع خليك راس براس. اذا بالذيل احقر لا تميل لها. وظل يا ابني بحذر. بحذر هذا الوقت دولاب والصعدة أمس باكر ينزلها. وظل يا ابني بحذر هذا الوقت دولاب والصعدة أمس باكر ينزلها. وهبهب من ضواك الحرس هم مريود وناس المات غدرك لا تقبلها. هبهب من ضواك الحرس هم مريود وناس المات غدرك لا تقبلها. لا تهاب السيوف برقبة الحيطان البيض تهابها بس اللي تجابلها. الله الله شعر الحلوة. الله يسلمك. الله يخليك. البيض لا تهاب السيوف برقبة الحيطان. المعلقة تولي. لا تهاب السيوف برقبة الحيطان البيض تهابها بس اللي تجابلها. بقاعك لو شهيد تعيش لو فلاح خاطر بيها روحك بذرة تشكلها. ولو شفت العطش ينثر شفاف القاعد بدمك عليها وغيظ ذللها. الله. لو شفت العطش ينثر شفاف القاعد بدمك عليها وغيظ ذللها. وخلك لاتشي المقلقل بدمك ناس. خلك. خلك لاتشي. خلك لاتشي. المقلقل بدم الناس. خلك لاتشي المقلقل بدم الناس. وخف رجلك وعينك ثقل حط لها. وقفه ينطي البلم للنهر حتى يعيش التعب تلقى الوجوه وجوه ضرب لها. الله. قفه ينطي البلم للنهر حتى يعيش التعب تلقى الوجوه وجوه ضرب لها. ويبني الدنيا غذرة تراب جلموكوش المعتبر والأبهر ما يلوق لها. يبني الدنيا غبرة تراب جلموكوش. اي والله صحيح. المعتبر والأبهر ما يلوق لها. العبل كلهن ستر ترهم عقل عروس. بالله صحيح. الشالت راسك على الغيم دنقلها. العبي. العبل كلهن ستر. نعم. ترهم عقل عروس. نعم. الشالت راسك على الغيم دنقلها. وترى الخيال مو كل من بصف الخيل عرف خيالها بقفعة أصايلها. الله. ترى الخيال مو كل من بصف الخيل عرف خيالها بقفعة أصايلها. ويبني البسمة ذا حدر النقاب تموت وتفض والدمع يتخوصر بظلها. وانسل بالسوالف خلها سرحة تصير مثل وقفة حديثة القذلة تنسلها. ويبني الدنيا صحرة تريد شفر حال ويقود العطش بيد اللي يمشي بولها. يبني الدنيا صحرة تريد شفر حال ويقود العطش بيد اللي يمشي بولها. وفرز وادمك مو كل عطش صيهود وبسعرها النوق يبني بثقل محملها. الله. فرز وادمك مو كل عطش صيهود وحملها النوق يبني بثقل محملها. بسعرها النوق يبني بثقل محملها. المراية تخفج تشيل متنها الريح الشفة تخفج جد الخوف شايلها. الله. مراية تخفج تشيل متنها الريح. نعم. والشفة تخفج جد الخوف شايلها. هي الدنيا طيف الفزة كل شي يروح كان براسها يصير بدلايلها. الله. كان براسها يصير بدلايلها. شاعرة مهمة. الله يسلمك. والله العظيم. الله يخليك. أنت يا مواليد 94. كل العمر إن شاء الله. الله يسلمك. كل العمر إن شاء الله. تسمحين لنا ناخذ فاصل؟ إن شاء الله. أحبتنا يا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم أحبتنا
مع الشاعرة الشاعرة شيماء الناصري. الله يسلمك. أكو مفردات عندك داخل القصيدة أنت تتعمدين تخليهم لو هن يجن من سياق القصيدة؟ لا، كلامنا هذا كلامنا، هن منطقتنا شعبيتنا. زين ما تحسين شوية صعب على المتلقي؟ يجوز لهذا الجيل، جيلنا. الله يخليك، انت من جيل 94 غير والد 94. بس احنا كلامنا يجوز، انا يعني احنا جدي بالبيت مني سولف. هسه جدك مني سولف انا فهمه، مثلا اختي، عندي اختي الاكبر مني ما تفهمه، بس انا كشاعره طبعا وابحث باللي يعني طبعاً. بالكلام. اول كلمه ما تعرفيها تسالين عليها. اي اكيد اسالها، فاحب اخر مدنة. اخر مره سامع كلمه لاتشي اخر مره؟ اي يوم تسمعتيها يعني من الناس؟ من الناس، من الناس. انت قلتيها من اخر مره متى سمعتيها؟ انا احكيها بس من الناس، اقول لك من الناس الكبار سامعتها، بس من اللي بعمري لا ما سامعتها. من الشهادات الحلوه اللي جت لك، يعني تعليق، يعني رساله اجت بحقك بحق قصيدتك، يعني كالشعر عامة لو بس قصيدتي خاصة؟ لا لا لا، عن 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 قصيدتك عموما. سفيرة الشعر الأهوازي. منو قال عنك؟ لجنة التحكيم بالأهواز لقبوني هذا الشيء. جميل، يعني هذا لقبش معروف، سفيرة الشعر الأهوازي النسائي. جميل، ما شاء الله. شاعرة أهل البيت ما شاء الله. أكو شغلة سولفت بيها، قلتي كان يدعمني السيد الوالد وأخوي. نعم. وحالياً أنه أنت يعني زوجتي. نعم. وشون يعني زوجك ويا مسألة الشعر ومسألة الغيرة وهذه التفاصيل؟ الحمد لله، يعني هو من تقدم فكان يعرفني أنا شاعرة وطالعة وواصلة. لا قصدي أنه أكيد من من إيه؟ من زوجته وصرت ببيت واحد، أكيد كان أكو فد حديث وكذا، تفهم الموضوع؟ كلش تفهم الموضوع والحمد لله فرحان. و ومن الناس اللي داعمينك؟ داعميني. جيد. لو ما وجوده وما اجيت للعراق. ها باعتبار صعبة؟ مو صعبة، لازم ويا شخص محرم. مثلا انا ابوي واخواني على الدوام فما يقدرون يجون. ها 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 ها. انا كلش اهنيك للأمانة. هذه اللهجة انا شخصيا صار لي هواي ما سامعها. هذه تدرين مفردة لاتشي كان يقولها جدي ابو والدتي. اي نعم. خوش حجي يقول يبا خلك لاتشي خلك لاتشي. فانت من قلتيها يعني وين اخذتني للامانه قصيده الجزله. ما شاء الله عليك، شهاده. ما شاء الله عليك. حسب معلوماتي انه انت البارحه قريتي بالبصره. نعم. شلون كان الحضور؟ الحمد لله كلش كان موفق. بالنسبه لك لو بالنسبه للي وياك؟ يعني اللي وياك كلهم من العراق وانا كأهوازية. أيه. استقبلوني وشجعوني وان شاء الله راح اكون خطوه حلوه جاي. كانت اكيد خطوه حلوه موفقه. شنو كان شعورك وانت تقرين بالبصره او بالعراق؟ شنو كان شعورك؟ كلش فرحانه لان الذوق اللي عندكم شوي خاص، وبالاخص ما تقولون الله على اي قصيده لو اي بيت. ف تمنيت اجي واغرب العراق والحمد لله توفقت بهذا الشيء. وان شاء الله يا رب احنا نتمنى انه تكون انطلاقتك من العراق حقيقه، امنياتنا تكون انطلاقتك من برنامجنا. نتمنى انه تكونين امتداد للشاعرات العربيات الكبيرات ان شاء الله. يعني انا الشيء اللي اتمنى مو بس انا اجي اغرى بالعراق، اكو هواي شعراء يستاهلون يطلعون للعراق، هواي شعراء بالاخص الاعلام الاهوازي. احنا خليني اسولف لك شويه. حقيقه مو لانه انا رجل عراقي، بس العراق والعراقيين ابوابهم مفتوحه ان شاء الله للادب وللثقافه وللشعر وللفن. عسى الله يحفظكم جميعا، وحتى لا انسى السلام امانه وذمه، سلمين على اهلنا وناسنا بالاهواز ان شاء الله. الف تحيه لهم. الله يحفظك. اخر مره قريتي بالاهواز متى؟ تقريبا الأسبوع اللي فات كان مهرجان الإمام الرضا سلام الله عليه السلام. أيه. فصعد. وشون كان حضورك؟ الحمد لله موفق إن شاء الله. أريد ناخذ قصيدة إن شاء الله، بس أريد هاي المفردة اللذيذة. هي المفردة بكل قصائدي موجودة. صدق والله؟ يلا جيد. قبل أحبتنا المشاهدين
بدون زحمة عليكم، إذا مفردة ما عرفتوها يا ريت تكتبون المفردة شنو معناها، يعني أنتوا تسألون شنو معنى هذه المفردة حتى نشوف هذه تبادل الثقافات، واحد يعرف الثاني بالمفردة. جيد، وإن شاء الله يا رب التوفيق. هاي القصيدة عامة وأخص بيها ناس يعني هن الكبار، مثل ما نقول كبار السلف أو كبار الطائفة. جيد، هيك ناس للوحدة وللمة. عافية والله. نزل بيرقك سول الانفرع حجاب. ويلي يا الله، ويلي يا الله. الله نزل الله بيرقك سول الانفرع حجاب وبعيون المنام. نزل بيرقك سول الانفرع حجاب. شوف هالسو شان تخبل. وبعيون المناسف صبخت موزات. تلحق على البشت حط للمتون حمول. ويم لمك الله. عمامك خردل التعداد. ولك الله، الله يسلمك، ما شاء الله. هاي الولج طلعت من باب الاعجاب. الله يحفظك، الله يخليك. نزل بيرغك سول الانفرع حجاب وبعيون المناسف صبخت موزات. تلحق على البشت حط للمتون حمول. نعم. ويم لمت عمامك خردل التعداد. اوقف بالصدر خلك عمود مضيف. انتجي بس على ربعك لا تشثر مخات. اوقف بالصدر خلك عمود مضيف. انتجي بس على اخوتك لا تشثر مخات. وموت كل مقص أي. حتى القصيدة تعيش. الله. ترى ينهي على حرمة يعود لابن زياد. الله. وموت كل مقص حتى القصيبة تعيش. ترى ينهي على حرمة يعود لابن زياد. وغلب هيبتك لا ترخص بشاجور. الرمى بعين السما بوقت النفه ما فات. كم شيلة بطل قطعة حلم كم شاب. ترى وقت الفشق بس للخصم يمرات. غلب هيبتك لا ترخص بشاجور. الرمى بعين السما بوقت النفه ما فات. كم شيلة بطل قطعة حلم كم شاب. ترى وقت الفشق بس للخصم ينراد. اش ما طول الليل اصبح خلق ناطور. وينبال النهر خلك خلق طرات. وافحط بالهلب بوجه العطش صب ماي. ومن نار القماقم سوى على الورماد. وحضرت حق تصير البخت يحلف بيك. ويا صوب التجه بكون تنطمرات. الله. حضرت حق تصير البخت يحلف بيك. ويا صوب التجه بكون تنطمرات. الما يندى الخضار القاع يحصد بور. الله. وهو الشيخ كون يقود ما ينقع. اي بالله صحيح. الما يندى الخضار القاع يحصد بور. وهو الشيخ كون يقود ما ينقاد. ما ينقاد. الما يلتم بروحه يطشر الخيرين. المضيف يطيح اذا ما مش بست ديوات. الله. الما يلتم بروحه يطشر الخيرين. المضيف يطيح اذا ما مش بست ديوات. المات بلا فعل ينسب اول عيد. ما شاء الله. الله. المات بلا فعل ينسب اول عيد. ينسب اول عيد. المشى بشور النسب وقت الزلم ما فات. وفرز لليجو وكسوة العمي عيون. فرز لليجو وكسوة العمي عيون. وغمج بالوفا بس لا تصير اركاد. وبعيلة القيض بزع ندي ويريد. وخلك راس نيبه ولليضد رداد. الزلم بفعالها مو بالعقل تنغاص. لا صحيح. الزلم بفعالها مو بالعقل تنغاص. وترى من خل الزلمه يصير بالمقعاد. الشيخ يلمها كون من المهد للشيب. مو كشخه بشت بس كل عمامه بعاد. مو كشخه بشت بس كل عمامه بعاد. تخبل هاي القصيده. الله يسلمك. ورساله جميله. وعسى الله يوفقك ان شاء الله. ادعي للوحده الاهل والطوايف والله عشتي ذك. الله يسلمك. عشتي ذك والله. شيء ما هواي عند الشعر، ويعني ما أقول متأخرة، إن شاء الله جيت بالوقت المناسب. بس كنا نتمنى أنت موجودة يعني قبل
قبل هذا الوقت. أكو قيود بحكم أنه أنت امرأة صح؟ ماكو، بس قلت لك يعني بس الإعلام كان ظالمنا. أي يعني أكو قيود باعتبار أنه امرأة، حركتك قليلة، تواجدك قليل. حتى مثلا بالأهواز يعني قليل تكون، أصلا أماسي ما عندنا، منتدى ما عندنا، رقابة للشعر ما عندنا، ماكو منتديات. يعني مثل ما نوهت سابق قلت لك السباق، إذا سباق يعني صعدت غصيتك تغرى، ما تصعد ما زين توصل. إذا 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 أخذتي مثلا مركز معين، الأولى أو الثانية أو الثالثة، راح تنعرفين في المنطقة في المحافظة، راح يعرفونش ولا مو شرط؟ مو شرط، لأن حتى الكاميرات محدودة بالأهواز. يعني أنا أشوف روحي ماني مظلومة إعلاميا، يعني أكو شعراء ما طلعوا ويجوز عندهم شعر يستاهل له 10 حلقات، أنا حاضرة أقعد حلقة كامل أعطيك بس أسامي شعراء ما هم طالعين، وذا يجون يجوز العالم كله راح يتعجب بقصائد. مثل اللغة مالتك لو أسلس شوية. مثلي. اللغة إيه اللغة هي. نفس الشيء. ها هم هاي المفردات. إيه هم مفردات الأهوازية، لو البيئة اللي عندنا الخاصة ومفردات خاصة إحنا نحكيها نضيفهن بالقصيدة. شنو يشتغل والدك الله يحفظه؟ موظف حكومي بشركة النفط. ها ها، وزوجك شنو يشتغل؟ أعمال حرة. جيد. الشعر عندك بس هواية لو من الممكن يصير عمل؟ ما أفكر بيه عمل. أنت تحبين الشعر؟ شعري موهبتي وحلمي بحياة الشعر، يعني أنا كان عندي حلم أوصلك أكون شاعرة، والحمد لله تحقق هذا الحلم. يا الله، وإن شاء الله تكوني النجمة ومشهورة إن شاء الله. ومعروفة. بس يعني أشوف الشعر ما لازم أخليه بين الشعر وبين المادة. إذا أريد أفكر بس بالشعر أوصل للشعر، ومن إذا أريد أخلي المادة يجوز ما أكتب هاي القصيدة اللي هسه اللي تشوفها التغوية، يعني أكتب بس للمادة يجوز بس كون أرض الطرف الأخير وأخذ المبلغ، يجوز ما أتعب بيها. صح صح صح. أول قصيدة إليك حبتها الناس؟ يعني أول صعودي؟ لا أول قصيدة كتبتها هي الأول صعودي للمنصة من خلال المهرجان وحبتها العالم. جيد. أول قصيدة لله. وصلت للعراق؟ وصايا الفيل غريتها أول. ها حبوها؟ إيه حبوها. شلون وصلت؟ كنت قاريتها يعني بأمسية ولا مهرجان؟ لو شلون وصلت؟ كان مسوين في السباق، يعني هم مو السباق نقدر نقول، توديهم قصيدة أو مقطع من عندك، إذا قبلوك راح يسوي لك في التصوير. جيد. الحمد لله وديتها فنزل المقطع، فأنا خذيتها ونشرتها بحسابي. ومن وراء ما انتشر بحسابك نشر عند الناس. إيه الحمد لله، فأغلب كان اللي ينشر لي أكثريتهم أهل العراق. أها. منو من الشعراء العراق عندك علاقة بأخوية وصداقة وبيناتكم أنه يعني يطلع على نتاجك تطلعين على نتاجه؟ للأسف ما عندي، يعني أنا حتى بالأهواز ما عندي شخص يشوف قصيدتي. ها يعني أنا أكتبها وهي أغراها. ما تختبرينها، ما تروحين تسمعينها الشاعر؟ لا. بس ما شاء الله. الله يسلمك. ما شاء الله. أكو صعوبة تواجهك وأنت شاعرة؟ بالاجتماع؟ يعني بالمجتمع، بالقصيدة، يعني أشوف أنه لو أكو احتكاك، يعني لو مثلاً تسمعين شاعر ينطيش رأي أو كذا، تكون شوية أسهل المسألة صح؟ صح. ما هو قيود لو أكو مثلاً حذر على هذا الشيء، فأنا يعني دائماً أخلي نفسي بعيدة على الوسط، بعيدة على المشاكل. فأكو ناس مثلاً نقدر نقول إحنا اللجنة مثلاً على مود الوزن، فأنا الحمد لله بالوزن كنت أكتب على إذن الموسيقية. والله إحنا نتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. إنسانة محترمة. الله يحفظك. ومؤدبة وأخت عزيزة. وإن شاء الله نتمنى لك اللي نتمنى لأرواحنا ونتمنى لخواتنا إن شاء الله. اسمح لنا نأخذ فاصل أيضا إن شاء الله. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، فاصل ونعود إليكم.
احبتنا مشاهدين قناه الايام، عندنا وياكم بالبارت الاخير مع الاخت والشاعره شيماء الناصري. حياك الله مره ثالثه. المهلي. الله يسلمك. شو اخبارك؟ خير الحمد لله. شنو شعورك وانت بالحلقه؟ ان شاء الله ما مرتبكه. لا بالعكس. الحمد لله وشكرا. شيماء، شنو اللي يخليك تبطلين شعر؟ ابطل الشعر؟ ايه. بس الموت. الله. الله. يعني اي سبب ما يخليك تبطلين؟ اي سبب. يومية تكتبين لو يومية تسمعين شعر؟ الشعر يومية اسمع. يومية تسمعين؟ يومية اسمع، بس الكتابة حسب الموضوع. ها، يعني مرات يومية تكتبين ومرات تمر مدة زمنية وانت ما كاتبين. مدة شهر شهرين ما اكتب. جيد. مرات القصيدة باسبوع ومرات سنة هم ما اكملها، اعوف انها بحالها. حسب الظرف. اي. زين، من ناو جاي راح تلبين الدعوات اللي راح تجيك من العراق؟ ان شاء الله. أكيد. وين تتمنين تقريم؟ أتمنى بالناصرية. صدق والله؟ والله. أهلنا وناسنا محافظة ذي قار الحبيبة طلب تسوون دعوة للأخت شيماء الناصري، شاعرة جزلة، وربي يوفقك إن شاء الله. أهل الناصرية كرام وإن شاء الله راح يسمعون هذا. ويحبون الشعر جدا، الشعر يعيش بدماء العراقيين. اكو فد قصيده صادفتك فد موقف معين وكتبتي عنه قصيده وهذه القصيده عالجت هذا الموقف؟ نعم، اكو موضوع مثلا البنات مثلا عندنا دائما مثلا اكو كلمه أو سالفة دايرة عند الناس، المرأة عار، المرأة لازم ما تطلع، المرأة لازم ما تدرس، المرأة لازم ما تعلي صوتها، لازم ما تكون طبيبة. حس حتى بالشعر، فماكو، يقولون ماكو شاعرة حتى بالشعر. دائما أنا دائما أشوف أنا ذن التعليقات من الناس، شلون بنية شاعرة؟ ماكو هيك شيء. شنو الغلط يعني؟ ما أعرف. يجوز هذا الشيء عند الناس. لا لا لا، اكيد هاي يعني مع جل احترامي للناس اللي يجي يفكرون، بس هو اذا ما يريد مره طبيبه، شلون باكر بنته من تتمرض، اخته من تتمرض، زوجته من تتمرض، وين يوديها الطبيب؟ اكيد يعني هسه يعني المراه صارت طبيبه، يعني شو يعني ما تقدر تصير شاعره؟ يعني اكو احساس، والاحساس اللي عند المراه يختلف يعني اكثر من الرجل. والله أكيد لازم الشعر يطلع من المرأة أكثر ما يطلع من الرجل. والله والنعم من النساء جميعا، وإن شاء الله أنت موجودة وموجودات الشاعرات اللي بيهن خير وبركة. الشعر يعني مو حكرا ولا حصرا على الرجال، أكيد يعني هواي شاعرات على مدى التاريخ، هواي شاعرات من الخنساء، لمياء، عباس، عمارة، نازك، الملائكة، والقائمة تطول. يعني مو أرد عدد شاعرات. أبدا الشعر مو حكرا على الرجل، الشعر إحساس وشعور ينكتب على ورقة من رجل أو من مرأة، يعني من طفل، من كبير. هسه مثلا أنا قصيدتي غريتها عمدان المضيف، فالأغلبية تقول مثلا أنت بنية، إيش جايبك مثلا للسوال في المضيف؟ يعني الرجل إذا كتب على الأم يعني هو صار أم وكتب على الأم، اللسان حال الام. لا انت بالعكس، احساس، وهذا انت بتعائله لها علاقه بالمضيف. اي اكيد. تعرفين الحديث اللي يصير بالمضيف، تعرفين المضيف انه مكان تنحل به المشكله، مكان يصير به ضيوف، ناس خطار. وهذه التفاصيل الشاعر لازم يعالج كل حاله، ما لازم انا اليوم الحاله تمر بي بعدين اكتب عليها. لا لا لا، من الممكن تسمعين حاله وتكتبين عليها، مو لا تمر عليك. انا جدا اتفق وياك، وبصراحه اشد على ايدك، موفقه، وانا شخصيا داعم لك. انت من الشاعرات الحقيقه جزلات حقيقه، مو مجامله. اريد ناخذ من عندك قصيده اخرى. حقيقه حبيت اللغه بالقصيده. شكرا. هلي اهل الهلة ترسة عيون الضيف، وبنت العزب من القاع للسبعة. هلي هلي يهل الهلة ترسة عيون الضيف. نعم ونعم من هلج. وبنت العزب من القاع للسبعة،
وبنت ما خطت رجلي العباية الباب أنا بنية عرب واتعب على السمعة. والله والنعم. هلي أهل الهلت ترسة عيون الضيف وبنت العزب من القاع للسبعة وبنت ما خطت رجلي العباية الباب أنا بنية عرب واتعب على السمعة ما أنطب دخيل بشرف أنطش لون. كفو كفو. ما أنطب دخيل بشرف أنطش لون حكي الما بي ستر لو موت ما سمع. عافية عليك. بقاع البايرة رخصت سوق الماي بقاع البايرة رخصت سوق الماي وطار الريح ما سولفت للشمعة ثقيلة حكايتي من احكيها هدل القاع الما شايل ثقل ياهو اللي يجي دفع. الله. وما ماشيت وادم ما تعرف العيب اتسد بيبانها واعراضهم شرعه. الله. حتى مرايتي احتارت قذلت شلون انا احلامي ما طبيت هم فرعه. الله الله الله. حتى مرايتي احتارت قذلت شلون انا احلامي ما طبيت هم فرعه خدت دور الجبل وبنصمي كان انهار ولا طبع الورق ويكله ويتبع وبي اللي ينطلع منا الباب الغيم تاج فوق راس الشرف مرتفع ترى بذي للعباية تلاقي وجه الطين. الله. ترى بذي للعباية تلاقي وجه الطين وانا قطرة حية وبالقصة متربعة ما راويتها عيون التراج زلوف وحيد الروح باب الباطل يضلع. ما راويتها. ما راويتها عيون التراش زلوف وحيد الروح باب الباطل يضلع بخيلة وشوف ظل حسرة على قلب الطيف وحق الشقف لاختبواه ست تسع. الله. بخيلة وشوف ظل حسرة على قلب الطيف وحق الشقف لاختبواه ست تسع ودلة اتخوصر شما اريد اطب ديوان وشلت صيت العقل ما بينت لمعة. عافيه. دلت خوصر شما اريد اطب ديوان وشلت صيت العقل ما بينت لمعة ولا للنثي عارض طبت الديوان الحرة بيوم دخلت ثبتت السمعة. الله. ولا للنثي عارض طبت الديوان الحرة بيوم دخلت ثبتت السمعة ولي بطرف العباية شقد حمامي نام وانزع شوفي بس حجابي ما نزع أنا من المستحى كملت قصة البير. عافية. أنا من المستحى كملت قصة البير بس يم الغرب ما بذر الدمعة الستر مثل الضوش ما كثر يعم عيون. الله. الستر مثل الضوش ما كثر يعم عيون لكن مثل السهم لو راح شي رجع. الله. الستر مثل الضوش ما كثر يعم عيون لكن مثل السهم. السهم لو راح شي رجع وانا ويا القاع عشرة شوف وحكايات وشيل انا راسي خلي الغيمة متنقعة بنية ويم غريب عدال عشر زلام بنية ويم غريب عدال عشر زلام وردة ومن حكي العاقول متقبعة. الله. مو كل النسا تقولون عنهن عار كم وحدة على وحدة تفاق بالفزعة. الله. كم وحدة الله على الله. وحدة تفاق ألف تحية إلشان كلشان من كان الأخيت ومن كان الأم ومن كان العمة والخالة والزوجة والحبيبة ألف تحية إلشان. هذا مستحيل واحد يقول هذا الكلام وبيني وبينك راية مو صحيح. المرأة نعم المرأة نصف المجتمع يقولون المرأة نصف المجتمع والنصف الآخر تبنيه. صح. يعني لا حياة للرجل بدون الإمرأة لأنه مثل ما قلت لك المرأة هي أم وأخت أكو علاقة. ما بي مرأة يعني تطشر. عافية عليك. عافية عليك. شكرا لهاي الحكمة. من الشعراء اللي متأثرة بيهم اللي دائما تسمعيهم؟ أنا أسمع كل الشعراء بس مرات أتأثر بالقصيدة. حلو. يا قصيدة آخر قصيدة تأثرت بيها عراقية لو هوازية؟ آخر قصيدة اللي أثرت بيها الله هواية يعني لأن أتابع اليوتيوب
جيد. إيه هواي قصائد. حلو. أكو فرق بين الكتابة العراقية يعني الكتابة الهوازية؟ ماكو فرق، بس يجوز مثل تو المفردات اللي ذكرتهن يجوز تم مثلا هنا ما يقولونهن مثل اللاتشي، بس احنا هناك لا عندنا سامعينهن بالبيئة. بيئتنا موجودات، اكو مفردات، اكو اختلاف بالمفردة. يعني هسه انت مثلا المفردة اللي بالعراق اللي الشبيهة لهذه المفردات راح تفهمين معناها؟ اي اكيد. ها اكثر المفردات العراقية عرفتها يعني من خلال القصايد وصلتني. أيه. بحثت عنها تعلمت لها. اكو هيك بيت يقول هبشت خارمه ومطفل بتالي الليل يا ونها غنج وبشوفها عيازه. سن الخياط اعتقد. لا لا نسيتها والله شاعرها. اذا عدل الله ينطي طولة العمر واذا ميت الله يرحمه، شاعر من ديغار الحبيبه. ما سامعه هذا البيت. تفهمين المعنى مال البيت؟ ايه هبشت خارمه إيه؟ ومطفى واضح. ايه تهبش وهذا اللي السوالف والجاع وهذا اللي شكرا لك. اليوم قريتي بالناصريه، نفرض الطموح راح ينتهي لو راح يكبر؟ لا اكيد راح يكبر، فيجوز راح اكثر اتطور بكتابتي لان اشوف اكو جمهور ينتظر، ينتظر اللي اقوى من الغريته قدامه. الـ 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 شلون مقاييسك انه انت قصيدتك نجحت؟ حسب تفاعل الناس. ها هذه اذا كانت منصه، واذا كانت انه انت نشرتها؟ نشرتها من طريق النشر، اكو ناس مثلا حبت قصيدتي تنشرها، والتفاعل والتعليقات التجيني. يعني قصدي انه هي التعليقات والارقام إيه؟ فشغله مهمه على 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 جوده القصيده لو مو شغله مهمه من وجهة نظرك طبعا؟ لا الرقم مو شرط، يعني يجوز عابر ما سمع القصيدة، يجوز هو عابر وخلى لايك. هذا اللي أبدأ أقوله بس ما فاهم القصيدة. يعني أنا قاعد شلون أوصف لك، أنا كنت مقتنعة قلت لك بس بخوي يسمعني، استمريت بالكتابة، فأنا أحب الشخص اللي يسمعني يفهمني. إيه اللي يفهمني اللي يسمعني. اليوم مثلا مثل حضرتك علقت على قصيدتي، بس ما يجوز أقعد ما ادخل مهرجان والعالم كله انا اقرا واصلا مو يمي، فمو مهم عندي انا سيد مثل 10,000 نفر حضور، ومن هذول 10,000 بس 10 يسمعوني، انا ظل اقرا للعشره اكتفي. اي اكتفي بالعشره اللي عندي. القناعه كنز لا يفنى. أكيد. حقيقه القناعه كنز لا لأن يفنى، لان يجوز هذا البيت القصيده يجوز شخص واحد يحفظ لي من عند بيت يذكرني بعد سنه 10 سنين ما فارق الحياة، وهذا الشخص حافظ لي بيت أنا واصلة. طولت العمر لك إن شاء الله. طولت العمر لك. خلينا نأخذ قصيدة بعد. أنا الكضيتهن بيد المشاحيث، ودي خليتهن للعبرة مجداف، جزوني وعدوا اللازم يصعدون، ما كنت أدري قبل الوادي منعاف. الله. أنا الكضيتهن بيد المشاحيث. نعم. ودي خليتهن للعبرة مجداف، جزوني وعدوا اللازم يصعدون، وكل هالناس تمشوا انا لنعاف، ورجعت لوحدي مغلوب مطلوب. مع الاسف. رجعت لوحدي مغلوب مطلوب، وبخص من باع وقت وموش بنصاف، وصيح على النهر وانا بعطش قيض، يعاين لي ويسوي بروحه ما شاف. الله. أصيح على النهر وأنا بعطش قيض، ويعاين لي ويسوي بروحه ما شاف، وثار الدنيا بير هو بير مغلوب، ولا أنا نبوب البير ما خاف. الله. أثار الدنيا بير وبير مغلوب، ولا أنا نبوب البير ما خاف، إش مريد أصبغ أيام السود هم سود. الله. إش مريد أصبغ أيام السود هم سود هم سود، وموش بماي حنت بحزن تنداف، مش مريد أصبغ أيام السود هم سود، وموش بماي حنت بحزن تنداف، وبغيت لوحدي ومسابق الخوف، ورجعت لوحدي ومسابق الخوف، بهوسة وتنسمع طقات الأشباك. الله. رجعت لوحدي ومسابق الخوف، بهوسة وتنسمع طقات الأشفاق.
ترى لو ما الليل الحدر العيون وعلي من المستحيل البيه ينشا. الله. ترى لو ما الليل الحدر العيون وعلي من المستحيل البيه ينشا وما ميز قمت بالنوم والموت من ثقلا علي الجان الأفكار. الله. ما ميز قمت بالنوم والموت من ثقلا علي الجان الأفكار ونهى الحيل الوقت بأيام الأثقال ألف تابوت لو الوحد اشتاق. الله. نهى الحيل الوقت بأيام الأثقال ألف تابوت لو الوحد اشتاق وتعديت لدروب الكلهن وجوه بظلمة واتشدت من واد مصاف تعديت لدروب الكلهن وجوه بظلمة واتشدت من واد مصاف وحتى الحسة بتعكاس تيصير بنص الدرب حية برقبة التاف. حتى الحسة بتعكاس تيصير بنص الدرب حية برقبة التاف وثار الدنيا كل شي بيها مريود بنادم ينطق ويعتاز ينعاف ومن يلقى الغريب يحارب يصول بس من يلقى أهله تحارب يخاف. الله. أثار الدنيا كل شي بيها مريض. الله الله الله. نادم ينطق ويعتاز ينعاف من يلقى الغريب يحارب يصول بس من يلقى أهله تحارب يخاف. شنه الفايدة من تموت تنراد صريخ الماي فوق اليابس أشضاف. بالله صريخ الماي فوق اليابس أشضاف. بالله ما أضاف شيء. الله. Nice. الله الله الله. اكو عندك علاقه بشاعرات من الاهوازن؟ نعم. وشون القصيده اللي عندهم موفقه؟ علاقتك بيهم اكو منافسه؟ لا بلا بالعمر اكبر من عندي. جيد. يعني اكو شاعره اكبر من عندي وصابغتني بالتجربه بهواي. جيد. وشون علاقتك بشاعرات العراق؟ للأسف ما عندي رابطة وعلاقة بأي وحدة يعني حتى يعني حسب التواصل يعني تابعتهن أسمع قصايدهن بس كسوالف وعلاقة شعرية ما عندي. شنو رأيك قصايدهن؟ لا الحمد لله عندكم شاعرات ظهور جديد على الساحة. عددي لي مثلا مثل شهد الخزاعي شاعرة هدى الكعبي تحياتهم عمرهم صغار بس ما شاء الله المادة اللي عندهم قوية. حلو. تستاهل إن شاء الله. الـ الشعر الحسيني كم قصيدة عندك تقريبا؟ هواي قصائد الحسينية هواي. تشاركين المحرم لو على مدار السنة؟ للأسف ما عندنا احنا مهرجان يخدمنا المحرم. ها ما الحسيني لا ما عندنا. مثل ذكرت لك أمسية سنوية لا شهرية لا محرم محرم مهرجان لها سمان صعدة محرم محرم كمسيرة يعني الشعرية محرم زخم مهرجانات يصير لها سمان جتني دعوة يعني يمكن باليوم الواحد تلقين مهرجانين أو ثلاث مهرجانات معنا بالعراق يعني سوف لك إيه عدكم بس إحنا قلت لك ماكو هيك شيء. نأخذ قصيدة حسينية أكيد. يلا ريد نختم البرنامج إن شاء الله. بين السيدة زينب والإمام الحسين سلام الله عليه. نحرك مودمة كان الضوى بنسفة وش عد القيض هذا التارس الشفة عطشت انت وشفتها الغيمة حبلت ماي وطلقت بس ابنها بصير تتوفى. الله. نحرك مودمة كان الضوى بنسفة وش عند القيض هذا التارس الشفة عطشت انت وشفتها الغيمة حبلت ماي طلقت بس ابنها بصير تتوفى قلت لي الماي سهلة المهم راعي الماي. الله. حزت من حرشوة وطيحت الكلفة قلت لك شوف نو تندل صواب منين وجرح الخوة بير وما قطع نسفة قلت للف وتسعمية اللي في جسمي تهون بس جرحك غميج بروحي ما يشفي. الله. قلت لك شوفني وتندل صوابه منين جرح الفرقة بير وما قطع نسفه قلت للف وتسعمية اللي في جسمي تهون بس جرحك غميج بروحي ما يشفي وانا ردت انشمر
ونرد تنشم الريم كل أثر للنار، ترى الحالوب تطلع روحة من يتفه. الله. ونرد تنشم الريم كل أثر للنار. نعم. ترى الحالوب تطلع روحة من يتفه. قلت لي نموت كنا الضوى شلون يعيش. الله. وغيرك ما يكبر راس هالعفة. من قلت لي المهم وقلت لك ما أشوفنك بعد هيهات. قلت لك ما أشوفنك بعد هيهات. وتجذيك السيوف وتاخذك زفة. بس قلت لي المهم هو الفعل ينشاف. الخوة تصير خوة بساعة الكلفة. الله. بس قلت لي المهم هو الفعل ينشاف. الخوة تصير خوة بساعة الكلفة. ودمي يطيح حتى المام خضرة تقوم. الله. حتى الندى يشبق وين ما ترفع. وقبل هذا الحكي وقبل هذا الحكي شفتك قبال تعيش. ووصلت النحر بالرمح لتشفه. قلت آخ وشفت وجه القمر مخسوف. وفزعا يم وقعتك غيرته وشفه. نبت بفراق كم بضلوعي بسمارين. نعم. ووحدة الآخ بس دموعي مختلفة. الله. نبت بفراق كم بضلوعي بسمارين. وحدة الآخ. وحدة الآخ بس دموعي مختلفة. من شفتك طحت صبيت حيلي عليك. من شفت الدمع للقمر ما كف. الله. الله. من شفتك طحت صبيت حيلي عليك. من شفت الدمع للقمر ما كف. وشفت السيف جالك وانت ايه خليت. شفت السيف جالك وانت ايه خليت. من دم انحرق صابغ وجه زلفة. حملي بغير متنك ما قف على اشتافة. او يظل مطروح حمل الما حضر شتفة. الله. حملي بغير متنك ما قف على اشتافة. الله. او يظل مطروح حمل الما حضر شتفة. يا حسين الخيم ما لتحظى لها النار. انا الحرقة خيامي حرور تلهفة. الله. يا حسين الخيم ما لتحظى لها النار. انا الحرقة خيام حرور تلهفة. ومن قلت لك شحيحك قصصهم ورديت. ترى بنادم فعل وكل واحد وعرفه. ومن قلت لك الهندس شامت ورديت. يوم صبحك اللي الواه السم شتفه. ما هزوني وانا اختب راس الحار. لطف من نجيت براي مو صدفة. الله. لطف من نجيت براي مو صدفة. الله. أصفق لك على هاي القصيدة وعلى كل قصايدك. الله يسلمك. إنسانة مبدعة. الله يحفظك. وصلنا لختام الحلقة. شكرا لك. شكرا لك. وتعبناك. الله يسلمك. وآسفين. الله يحفظك. وآخر كلمة أنت تقوليها للسيد المشاهد هاي كعمرتك. بالبدء أشكرك وأشكرك على الدعوة اللي خليتني أغرب بغداد. وراح توصل قصايدي لأهل العراق. مشرفتنا. واشكر الكادر واشكر الأخ الشاعر جاسم البتراني اللي رافقني بالجية من الهواز العراق اللي وصلني. واشكر أهلي واشكر خواني علي ومحمد. ربي يحفظ. اللي دعموني. ربي يحفظ زوجك بعد إن شاء الله. والمسيرتي كانوا وياي. ربي يحفظ. وشجعوني والحد اليوم كانوا يودون لي رسائل. يقول إن شاء الله توصلين والناس تفرح بيك. إن شاء الله إحنا فرحانين بيك. الله يسلمك. وبالأخير أتشكر من أهلي ومن زوجي ومن ناسي ومن جمهور الأهوازي. لو ما قارية بالأهواز وشجعوني ووصلت لهاي المرحلة فأكيدا ما راح أوصل للعراق. أخت عزيزة. الله يسلمك. الله يحفظك. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم. كان معكم بالإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري. في أمان الله.